السلام عليكم، اسمي كريم ينسوش. المستوى الدراسي تاعي جيت هذا التكوين باش نعرفوا شنو معنى ديال الصحافه المواطنه والادوار ديالها في حياه الشباب بصفه عامه، والقيم والمبادئ التي يجب ان يتصف بها كل من يقوم بهذه الصحافه، والاهميه ديالها المجتمع الوطني بلغه عامه. وعرفنا شكون هو البودكاستينغ وكيفاش الاشكال اللي تكون عليها، وعلاش كاع هو موجود، وكل المواضيع اللي يجب تطرق لها. والصلاه والسلام على رسول الله.